سيد رئيس، فرحاني اليوم التواجد ديالك معنا في هذا العرس، وهذا العرس ماشي عادي لأنه كيتواجد بعروسة الشمال. سيد رئيس، سيد رئيس، فكرتينا بالجولات ديالك والرحلات ديالك، بالرحلة بن بطوطة اللي انتينا كتواجد بالمدينة ديالو اليوم. سيد رئيس، سيد رئيس، حنا كشبيبة ديال حزب التجمع الوطني للأحرار نراهن على إقناع الشباب للممارسة السياسية، حيث هي السبيل الوحيد اللي كيعبر على القناعة ديالو واللي كيدافع عليها. سيد الرئيس، نلاحظ أن معظم المواطنين باقين عندهم اختلاف كبير بين المشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية. هذا اللي كيزيد يشجعنا كشباب على تحمل المسؤولية في نشر الوعي السياسي لدى المواطنين. وكنتفاجئوا مي كنعرفوا أن العزوف ما زال هو تحدي المرحلة. سيد رئيس، خصنا نوضحوا للمغاربة على أن حزبنا، حزب التجمع الوطني للأحرار، وضع استراتيجية في مسار الثقة لإيجاد الحلول، ولا يدعي أنه يملك عصا سيدنا موسى ولا خاتم سيدنا سليمان، ولكن يحمل على عاتقه مسؤولية وهم كبير، ألا أن يكون للمواطن عنوان الكرامة. وإن كانت هذه المسؤولية تهابها الجبال، لكن لا يهابها حزبنا، حزب التجمع الوطني للأحرار. إلى عن ظروف الصحة، سيد رئيس، حنا عاصمة الشمال وعندنا مستشفى جهوي وطنجاوة، والجهة كاملة كتعرف بأن السكانر ديما مخسر، عمرو سكانر في طريق محمد الخامس خدام. كاملين كنعرفوا الاستفزازات اللي كنعرفوها، كتمشي مضروب ولا مهرس، كتدخل عند الطبيب كيعطيك الرونديفو ديال 3 شهور ديال 4 شهور وكخيرك اما تسنى ولا تمشي لكلينيك. وعاد ما كاين قبص، ما كاين يبره، تينا من الضروب وخصك تدخل في يدك الدواء ديالك. هادشي كامل كنعرفوه، هادشي راه واقع كنعيشو، ماشي كنزيدو من راسنا. سيد رئيس، الى نهضروا على قطاع التعليم، ما غنمشيوش لهذا المدرسي وما غنمشيوش للتعليم الخصوصي، حنا غنمشيو للتعليم العالي وحرم الجامعات. وكنهضر على السلك ديال الماستر والدكتوراه، راه سيد الرئيس والله وما نزلتيش الى دوسي. سيد الرئيس، وتحيه للاساتذه الجامعيين الشرفاء.